يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء نحو مليون ومائة وسبع وثلاثين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون وثمانين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم نحو مائتين وأربعين ألف شخص ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضروره المبادره والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول الى المناعه المجتمعيه والتي ستسهم بدورها في عوده الحياه الطبيعيه